يخطئ من يظن بأن هذا لابيدوفيلي هي موضة للجنس في الوقت الراهن ديالنا، لأن هذه ماشي هي موضة، هي واحد، هي رجعنا للتاريخ في الزمن الغابر، كيبين بأن مجموعة من الحضارات اللي هي عرفتها سميتو أن هذه مجموعة من الحضارات عرفت هاد لابيدوفيل، الحضارة اليونانية، الحضارة العراقية، وذلك بادي من مجموعة من الرسومات اللي اكتشفوها المؤرخين في المخلفات التاريخية ديال هاد الحضارات. ما معناه أن هذا ماشي حاضر، ماشي موضة ديال الحاضر اليوم، هو جاي من إرهاسات تاريخية. لابيدوفيلي أنا أعتبره شخصيا، وخا أنا لست مختصا في المادة في العلاج النفسي أو لا في الطب النفسي، هو أن كنعتبره، أنا لا أعتبره مرض نفسي، أن كنعتبره انحراف جنسي، واللي ما أقوله أعذار قانونية غادي نقولوها ونفصلها فيما بعد. هو شذوذ جنسي جمع مجموعة من علماء العلم النفس على أنه الأسباب ديالو تنحصره في سببين اثنين رئيسيين. كاين السبب الأول وهو التشويهات الجينية اللي كتكون عند هاد الناس اللي عندهم هاد الشذوذ الجنسي، وكيكون السبب الثاني اللي كتكون عنده، كتكون نتيجة إرهاسات ديال مجموعة من السوابق في العلاقات الجنسية، سواء أنه كيكون هذاك البيدوفيل أنه كيتمارس عليه هذاك الجنس بواحد الطريقة اللي كتبقى راسخة في الدين، اللي كيبلوها في إطار واحد سلوك منحرف، أو لأنه كيشوف مجموعة من الانحرافات السلوكيه في الجنس اللي فاش كان صغير. فكتبقى على حسب اللي كيقولوا علماء النفس، كما قلت بأنني ماشي مختص في الماده، في الماده ديال العلاج النفسي، كتبقى مرسخه في الذاكره ديالو، كيبلورها في واحد الاطار، في واحد الفعل، سواء انه يكون سلبي، انه يعني كتكون على شكل شهوات اللي هي كتكون في المخيله ديالو، او لفعل ايجابي اللي كتكون عن طريق هذاك العرض ديال هذاك القصير، وهو حال ملف نزيله ما يعرف بيدوفيل الجديده. هذا كانت واحد الاطار اللي هو عام بالنسبه لهذا المصطلح، حنا حاولت نبسط باش تكون المعلومه سهله الاستهلاك، ولكن الى علماء الناس غيكونوا ربما ما احسن مني في التفصيل في هذا المجال هذا. لكن اجزم القول مره اخرى بان الامر لا يتعلق بمرض نفسي، وانما بانحراف وشد انحراف جنسي وشتان بين المصطلحين. اذا بالنسبه للمراحل ديال الملف، كما نخفي عليكم انه بعد هذاك الفيديو، لانني تفاجات به بحال عموم المواطنين، تم اقتياد هذاك الشخص للدائرة، تم استماع الافتراء محاضر رسمية، استماع للضحايا بحضور الأولياء ديالهم وفق ما يقتضي قانون المسطرة الجنائية، تم الاستماع أيضا لمصورتي الفيديو على اعتبار أنهما شاهدتين. ثانيا تم حالة ملف على السيد الوكيل العام الذي استطار المتابعة كما سبق ذكره في إطار جنايات التجارة والبشر، وهذا كان العدد المقتل طبق المقتل المذهب 148 واحد و 448 أربعة و 485 من القانون الجنائي. حيل الملف على السيد قاضي التحقيق الذي أعيدها وأكررها نلتزم بالسرية التي مر بها هذا الملف عن السيد قاضي التحقيق. السيد قاضي التحقيق دار جوج ديال الجلسات، الجلسة الأولى تم الاستماع لواحد من الضحايا، وبعدما انتصبنا كطرف كمطالب بالحق المدني نيابة عليه، وانتصبنا أيضا كمطالبين للحق المدني نيابة على منظمة ما تقيش ولدي. بالنسبة للمرحلة الثانية استمعوا في نفس التاريخ، يعني في 30/8 استمعوا تاني السيد قاضي التحقيق من ضحيتين أخرين
في نفس الملف. بعد ذلك أحيل الملف على جلسات تحقيق 20 تسعود، وكما سبق انبسطه ديكا عند أحد المواقع بأنه أسفا أنه لم يحضر بقية الضحايا ليقرر السيد التحقيق ختم التحقيق التفصيلي، وحيلت الملف على السيد الوكيل العام لاستكمال الإجراءات القانونية وفق ما تقتضيه قانون المسطرة الجنائية. ونحن الآن ننتظر مآل ديال الملف باش يتحل على غرفة الجنايات إن شاء الله وفق ما مضمنا في صك متابعة السيد قاضي التحقيق. السيد ديال البيدوفيل ديال الجديدة اللي سمحت له نفسه على أنه ماشي يتحدى الأخلاق ويتحدى الدين ويتحدى القانون ولكن يتحدى المجتمع، أرى من الإقدام أن شخصان يجي مع وليدات الشاطئ في مكان عمومي ويمارس عليهم شذوذه الجنسي. تم تداوله في الفيديو كما جاء على تصريح السيدة اللي صورت الفيديو، ومن هذا المنبر كنشكرها الجرأة ديالها. لولا هذه الجرأة لما كان هذا الملف خدا المسار ديالو. إذا هذه الجرأة ديال هذا السيد هذا ملي كيجي وكيجيب هاد الوليد هذا ولا هاد الوليدات وكيجمعهم في واحد هذا وكيمارس عليهم شد امام الملأ. هنا غادي نرجعوا للسبب ديال الرفع ديال هاد العقوبات، حيت الا ما تحققش الردع العام والردع الخاص وخذا هاد السيد عقوبه ربما لا تتلائم مع الفعل الجرمي، ربما لن يتحقق هذا الردع العام وعلى الردع الخاص. نحن لا نؤثر في القضاء لان ثقتنا في القضاء ثقه كبيرة، ولكن ما وجب قوله على أنه فعلا يجب أن تكون العقوبة مشددة، وهو مجرون بالحديث طبعا على ما على القانون ديال 27-14. المواد القانونية يجب ألا تبقى جامدة، يجب أن تفعل بشكل حتى يكون المبتغى من التشريع والقصد من التشريع قد تم إصابته. المادة، وأنا أستسمحكم قولا على أنني ضروري أن حطيت قدامي المادة لأن فيها واحد مجموعة من التقنية، وأستسمح المشاهد الكريم لأن غندخلوا في شوية المسائل اللي هي مسائل تقنية، ولكن غادي نحاول نبسط على أنه باش تكون المعلومة كما قلت تكون سهلة الاستهلاك. السيد الوكيل العام تابع هاد الشخص هذا بمقتضيات المادة 485 وبالمواد 448 أظن 1 448 4 من القانون الجنائي بيان. ولكن وصح ما سلكه السيد الوكيل العام على اعتبار أنه بالفعل إلى خذينا هاد مقتضيات المادة 448 وأسقطناها للتطبيق على نزيلة بيدوفيل الجديدة، تبين جليا بأن هذا الفصل هذا 448 واحد وما يليه يجب أن يفعل ولا يبقى جامدا على اعتبار أن هذه المواد ربما طبقت في نوازل أخرى، ولكن لا أظن أنها طبقت في بالنسبة للأطفال القاصرين. المادة 448 واحد كتقول يقصد بالتجارة بالبشر تجنيد شخص واستدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك. إذن هنا إذا لاحظتوا بأن إذا شدينا الوقائع ديال النزيلة وهي وخاية في سريادة التحقيق ولكن ما رج وما مظهر بأن هناك كاين بالفعل استدراج. هذا السيد هذا من واحد الجمعية ديال الصيف ديال كرة القدم اللي هي في القانون الأساسي ديالها عنده غير كرة القدم أنها جمعية كرة القدم وهز هذوك الوليدات بدون رخصة أو بدون سلك المساطر القانونية وبثمانات ربما تكون مغرية، فهذا بالنسبة لي أنا لا أعتبره إلا استدراجا. نضيف المادة وذلك بواسطة التهديد بالقوة وباستعمالها وباستعمال مختلف أشكال القصر والاختطاف والاحتيال والخداع أو استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ واستغلال حالة الضعف.
نرجعوا ندعوا السلطين على هذه حالات الضعف. بالنسبه لحالات الضعف الشريحه ديال الاطفال اللي كانوا مستافدين من هذه الرحله كلهم من واحد المنطقه اللي هي ربما هشه، وحنا كنعرفوا بانه المناطق الهشه ياك المناطق الهشه كتكون المتشوقة أو لا شغوفة بأنه خد بشيء غير من الأماكن البسيطة، وهو ما استغله هذا الشخص. كيقول كتزيد المادة استغلال الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، يعني الوقائع اللي كاينة في المادة 448-1 هي منطبقة على الوقائع، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة الشخص أو السيطرة إلى آخر المادة. إذن ملي كنهضروا على الركن المادي المضمن في هذه المادة 448 ربما لا لم يبقى هناك مجال للقول بأن هذه المادة هي الاتجاه البشر هي الواجبات التطبيق. العقوبة ديال هذا الفعل الجرمي إذا كان القاسي أقل من 18 سنة، شوف المشرع شنو كيقول، لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى علىه لقيام جريمة التجارة البشر تجاه الأطفال الذي تقلهم عن سنهم عن 18 سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال. يعني هاد الأطفال هاد العناصر كاع اللي قلنا لهم فرضا أنه كاينين أو لا ما كاينينش، ولكن ملي كيكون الطفل عنده أو القاسي عنده 18 سنة إذا الواجب التطبيق هي مقتضيات المادة 448 واحد، اللي بالمناسبة العقوبة ديالها كما سبق بستوفي إحدى المنابر ربما توصل العقوبة كتوصل 30 سنة وغرامة ما بين 200 ألف حتى 2 مليون ديال الدرهم. والمشرع راه ماشي غير جا ورفع لهذ العقوبة غير السن اللي تشريعي ربما اللي نصين ربما ما خصوش يبقى جامد، على اعتبار أن السوابق اللي كانوا في بالنسبة ديال القاصرين ديال البيدوفيلي اللي كانوا دازوا ربما سواء في الملف ديال طنجة أو في الملف ديال أكادير أو لا ربما التكييف ما مشاش في هذا الاتجاه، مشى في اتجاه ديال هذاك العرض. هذاك العرض إذا كيبقى الواجب التطبيق. أنا أظن أنا ما كان يعني ثقتنا في القضاء حنا ندخلوا في المسائل ديال في قناعات القضاء، ولكن أظن بأنه الواجب التطبيق تحقق لغدا العام والخاص وتكون هو هذه المادة هي الواجب التطبيق وليس بالإضافة إلى مقتضيات المادة 485 على اعتبار أن العقوبة الأشد هي في المادة 448. ختام في هذه المداخلة البسيطة، ما يمكنش نعطيو هذا التفصيل أو نعطيو هذا التصريح إلا ما عطيناش في الأخير ديال الحلول، على اعتبار ان موقعكم الكريم هو اكثر زعما مشاهده ربما هاد الميساج هذا غادي يوصل لمجموعه من المشاهدين. اولا ما يمكنش ندوز معكم في هذا المنبر وما نشكرش المجتمع المدني لما ابداه من صنع في مسانده هذا الملف. منظمه ما تقيش ولدي ماشي حيت كانوا المنظمة كمطالبة الحق المدني في إطار هذا الملف، ولكن كانت هناك مجموعة من المجهودات السابقة المواكبة للملف وبعد فتح التحقيق. آخر ما كاين كانت هناك مواكبة للضحايا من طرف أطباء نفسانيين مختصين في إحدى المراكز في أناسي، وهذا لا يمكن أن تفعله أو أن تسلكه إلى منظمة زعما كتحترم الطفل وكتدافع فعلا على حقوق الطفل. ومن هذا المنبر كنشكر السيدة الرئيسة وجميع الأعضاء ديال الجمعية. كان هذا قوس مفتوح. نعود بالنسبة للحلول اللي كنا طرحنا، وهو أول حاجة بالنسبة للآباء، ومن هذا المنبر كنوجه لهم نداء أو لا نداء صريح. أول حاجة وهو أنه تكون عندنا ثقافة جنسية تتوافق مع السن ديال الطفل في هذا السن. هذا ملي كتكون عنده ثقافة جنسية يعرف ما هو الشاذ وما هو عادي. ثانيا تكون الصراحة ما بين الآباء، يعني ما كانش الصراحة ما بين الآباء
والامهات مع ما واخا تكون الممارسات شاده كيولي هذاك الطفل كيخاف انه يصارح الاب او الام ديالو. ثالثا العنايه اللي كنقولوا العنايه انه ماشي العنايه بالماديات، لا، العنايه انه انسان يحضي الوليدات ديالو، ماشي كنخوفوهم من الناس ولكن يفترض دائما بانه من هو في مواجهه الولد ديالك ربما سيكون شاد جنسيا. رابعا واخيرا وهو التربيه على الدين والخلق الحسن. الدين هو اكبر مصدر عندنا ديال الاخلاق. نربي الوليدات ديالنا على الدين والاخلاق باش يعرفوا ما هو شاد وما هو عادي. يخطئ من يظن على ان الترسانه القانونيه في التشريع المغربي هي مقصره في حق الطفل. المغرب كما لا يخفى عليكم وقع على اتفاقيه ديال الامم المتحده لحمايه الطفل في 1989 وصادق على بيت مقتضى ظهير شريف مؤرخ في 1993. من وراها تولت مجموعه من التجارب في المؤسسات اللي ربما اعطت الاكل ديالها. حصرا مثالا لا حصرا كاين دازت التجربه ديال برلمان الطفل في 1993، المرصد الوطني لحقوق الطفل، يعني مجموعه من التجارب، مشاركه صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله في 2002 في الامم المتحده في الاجتماع اللي كان كيخص الحقوق ديال الطفل. هذه كلها تجارب بينات بان الترسانه القانونيه بالنسبه للاتفاقيه الدوليه هي حاضره في المغرب، على اعتبار ان الاتفاقيات وكما لا يخفى على المشاهد الكريم هي مصدر من مصادر التشريع. بالنسبه للدستور، دستور 2011 دستر ايضا حقوق الطفل سواء بطريقه مباشره او طريقه مباشره، ولكن الى رجعنا للماده الفصل 32 من الدستور كنلاحظوا وبجلاء كبير على انه فعلا ان دستور 2011 دستر هذه الحقوق والزم الدوله بالحفاظ على حقوق الطفل وصونها حتى يكون هذاك الطفل في المستوى انه يكون رجل المستقبل. القوانين الموازيه، بالنسبه للقوانين الموازيه كلها واقولها بصراحه، يعني سمعنا بانه كان هناك قصور في التشريع، لا هذا خطا. الى رجعنا مثلا كاع التشريعات كاع القوانين اللي هي شرعت سواء الحاضره او اللي كانت مشرعه سابقا، اذكر قانون ديال الحاله المدنيه، قانون الجنسيه، قانون الشغل اللي لزم على انه السن ديال التشغيل ما خصوش ينزل على اقل من 15 سنه، منع مدونه الشغل عاوتاني منعات على انه كاينه واحد المجموعه من الاشغال اللي كيمنع الاطفال المباراه ديالها سواء اللي كتكون عندها طابع خطير اللي ما بين السن ديال 15 و 18 سنه، العمال المنزليين منع على انه يكون تشغيل اكثر اقل من 18 سنه الى غير ذلك. من القوانين اللي كانت كتهم الحفاظ على حقوق الطفل، ولكن كيبقى القانون الام اللي صان هاد الحقوق ديال الطفل هو مدونات الاسره، والتي بالمناسبه نترجى ان تكون تعليمات صاحب الجلاله بشان تغيير تعليماته للحكومه لتغيير معالم القانوني لهذا القانون ان تمس ايضا حقوق الطفل. القانون الجنائي سافصل في شيء ما، على اعتبار ان النازله اللي احنا بصدد الحديث عنها تمس هي رائجه في الماده الزجريه وبذلك تستحق التفصيل فيها. عند مرورنا بمجموعه من الفصول في القانون الجنائي او في قانون المسطره الجنائيه كيتضح ومما لا يجعل الشك فيه ان المشرع في الماده الجنائيه احاط القاصر او الطفل بواحد العنايه خاصه. كاين مجموعه من الفصول القانونيه اللي المشرع ماشي غير جا ورفع العقوبه فيها
ولكن كان الغرض من ذلك وهو تحقيق الردع العام والردع الخاص المتوخى طبيعي الحال من سن القانون الجنائي قانون المسطرة الجنائية. إلا جعلنا القانون الجنائي كاين مجموعة من الفصول تناولت الحماية كما قلت ديال القاصر، وأنا أستعمل تارة أستعمل الطفل وتارة أستعمل مصطلح القاصر، علما أن القانون الجنائي تناول القاصر. ولكن حتى تكون أيضا كما سبق ذكره تكون من المعلومة القانونية سهلة الاستهلاك من طرف مشاهد موقعكم المحترم. إذا رجعنا الفصل 231 4 من القانون الجنائي في كنظن وقيلا في الباب الرابع منه في الباب ديال الشطط ديال الموظفين، أنه رفع في هذه المادة إلى تثبت بأن هناك شطط أو تعذيب في حق القاصر المشرع رفع العقوبة في المادة المذكورة حتى المؤبد. كاين مواد اخرين ماده 475 من القانون الجنائي بشان خطف القاصرين اللي كيقل العمر ديالهم على 18 سنه ورفع العقوبه حتى 10 سنوات، والفصل قيس على ذلك مقتضيات الفصل 497 بشان التحريض على الفساد والبغاء، بل اكثر من ذلك وابعد مدى مما ذكر هو ان المشرع الجنائي أزاح من 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 مضمنات القانون الجنائي فصلين هما المادة 494 و496 من القانون الجنائي على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يمس كرامة المرأة وبالتبعية كرامة الطفل. إذا كانت هذه واحد لمحة مبسطة على ما يسن على ما سن تشريعا في المادة الجنائية، لكن يبقى الأهم الواجب تفصيله وهو المستحدث في القانون 27-14. هذا القانون 27-14 الخاص بالتجار بالبشر هو اللي موضوع نزيلة بيدوفيل الجديدة، على اعتبار أن السيد الوكيل العام وكما هو مضمن في صك المتابعة والمحال كملتمس للتحقيق للسيد قاضي التحقيق وهو هتك العود والتجار في البشر. وهنا أعاود ما سبق أن بسطته ذكرا بشأن سرية التحقيق، على اعتبار أنه إلى حدود هذه الساعة لا زال الملف في إطار السرية للتحقيق، وإحنا كدفاع ملزمون بكتمان ما رجع في جلسة التحقيق. لكن ما سنناقشه هو التأطير القانوني والمضمن في صك متابعة السيد الوكيل العام، والذي نتمنى راجينا أن يكون هو نفس الملتمس نفس موضوع متابعة السيد قاضي التحقيق. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.